هذان البيانان أكدا على أن الرئيس بايدن منخرط شخصيا في مفاوضات وقف إطلاق النار التي أعلن عنها الأسبوع الماضي بأنه ينوي تقديمها كفرصة أخيرة للأطراف المتحاربة في قطاع غزة، سواء للجانب الإسرائيلي أو للفصائل الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة. التصريح من البيت الأبيض جاء على لسان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي، الذي قال إن الرئيس بايدن منخرط في هذه المباحثات بشكل شخصي، وأنه يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها هو وقف إطلاق النار، والثاني هو ضمان تدفق المساعدات بشكل فوري وضخم إلى قطاع غزة، والثالث هو تبادل المحتجزين أو الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، خصوصا بعد مقتل 6 من المحتجزين من بينهم مواطن أمريكي الأسبوع الماضي. هذه التصريحات أيضا جاءت متزامنة مع تصريحات للخارجية الأمريكية أشارت إلى ذات الأمر انخراط الرئيس بايدن في هذه المباحثات، بالإضافة إلى وجود سعي حثيث من قبل الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض للتوصل إلى صفقة في هذا التوقيت، خصوصا قبل مغادرة الإدارة الحالية لمناصبها في البيت الأبيض، سواء الرئيس بايدن أو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. هذه التصريحات أيضا جاءت معها تصريحات بأن الإدارة الأمريكية غير متفائلة بشأن التوصل إلى هذا الاتفاق، لكنها يبدو أنها تفعل أو تسعى ما يمكن القيام به خلال هذه الفترة للتأكد من تقديم ما يمكن تقديمه للأطراف، وكذلك تقديم ما يمكن تقديمه للتاريخ، لأن الإدارة الحالية، إدارة بايدن الديمقراطية، تسعى إلى تحقيق بين قوسين هذا الإنجاز السياسي في هذا التوقيت بالذات، خصوصا قبل الانتخابات الأمريكية المرتقبة، وأيضا قبل انتهاء ولاية الرئيس بايدن في البيت الأبيض، ذلك أن الانتقادات كانت كبيرة منذ بدء الحرب في قطاع غزة ضد إدارة الرئيس بايدن بأنها هي المسؤولة عن إطالة أمد هذه الحرب ودعم إسرائيل بالسلاح، لذلك تسعى الإدارة الأمريكية الآن إلى تحقيق هذا الإنجاز أو هذا الاختراق السياسي. في واشنطن هناك حوارات مكوكية فيما يتعلق بصفقة الفرصة الأخيرة كما أسمتها واشنطن في محاولة لتقديمها للأطراف. المراقبون يرون أن هذه الفرصة الأخيرة لن تكون فقط لإسرائيل وبنيامين نتنياهو أو لحركة حماس، بل إنها أيضا الفرصة الأخيرة لإدارة بايدن الديمقراطية إذا ما استطاعت أن تحقق هذه الصفقة بالفعل أو لا. هذه التصريحات جاءت طبعا بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إن حماس ستدفع الثمن على مقتل الرهائن أو المحتجزين 6 من بينهم المواطن الأمريكي، وأعاد البيت الأبيض اليوم التأكيد على هذه التصريحات بأن قادة حماس المسؤولين عن مقتل المحتجزين ومن بينهم الأمريكي سيتعرضون للمحاسبة. ما نوع هذه المحاسبة ليس معلنا بعد، إما تكون عقوبات مع أن حماس أصلا على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عقود، وإما تكون الزج بالمزيد من الأسلحة إلى إسرائيل في محاولة لتحقيق الهدف المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو القضاء على حركة حماس. حينما سئل المستشار الأمن القومي للبيت الأبيض عن المدى الزمني أو الإطار الزمني لتحقيق هذه الصفقة، نفى أن يكون هناك إطار زمني لهذه الصفقة. ربما تقديم المقترح سيكون خلال الأسبوع الحالي أو المقبل بحد أقصى، كما صرح البيت الأبيض ومسؤولون في الإدارة الأمريكية، لكن هل تستطيع الإدارة الأمريكية إلزام إسرائيل تحديدا بالموافقة على هذه الصفقة؟ هذه الإجابة التي لم نحصل عليها اليوم من البيت الأبيض، لأن المستشار الأمن القومي قال إنه لا يوجد سقف زمني للتوصل إلى هذا الاتفاق. وبالتالي فإن كل التصريحات المتفائلة للبيت الأبيض والإدارة الأمريكية على مدار الأيام والأسابيع الماضية بشأن احتمال التوصل إلى صفقة في قطاع غزة هي مجرد ربما مناورات كلامية لا تتحقق على أرض الواقع، خصوصا مع التعنت الموجود حاليا من قبل الحكومة الإسرائيلية وتحديدا من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يحاول أن يعطل التوصل إلى صفقة كلما اقتربت الأمور من نهايتها. لذلك رغم انخراط الرئيس بايدن في هذه المباحثات ونائبته المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس للتوصل إلى حل قريب بين قوسين لهذه الأزمة، لا يبدو أن الحل في يد الإدارة الأمريكية نفسها، لذلك سيقدم بنيامين نتنياهو هذا المقترح وسيقدمه ربما للتاريخ ولمناصريه ولمعارضيه في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ليس بيده كما يقول المراقبون إلزام إسرائيل تحديدا بالموافقة على هذه الصفقة. شكرا جزيلا لك محمد عبد الحي، مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن.